اهلا وسهلا بيكم احبائنا في كل مكان كل من يتكلم العربية في لقاء جديد وحلقة جديدة من الحرية كلينك آه ويسعدنا ان النهارده يكون معنا الاستاذ الدكتور شريف ابو سيف ومعلش انا هقول اسمه بالكامل الدكتور شريف رؤوف جندي ابو سيف آه اهلا بيك دكتور شريف أهلا, أهلا. دكتور اهلا دكتور شريف كان معنا مرة قبل كده أكشن مرات واتكلمنا على موضوع الإنكونتننس اللي هو السلس البولي عند السيدات اللي هو موضوع شائع جدا مع إن إحنا يعني حتى السيدات اللي عندهم المشكلة دي أحيان بيكسفوا يقولوا للطبيب بتاعهم اللي بيحصل إنما هو حاجة متعبة وحاجة يعني موجودة بنشوفها في كل يوم وبنشوفها لاي تقريبا سيده ولدت ولاده طبيعيه. هو الحقيقه جراح واخصائي مسالك بوليه اصلا انما هو اتجه في الفتره اللي فاتت اخذ شيب في اليوروجاينكولوجي او يعني اخذ دراسات تمرينيه اكثر في ان هو غير ان هو اخصائي مسالك بوليه تخصص ان هو يعمل عمليات الجراحه اللي بتخص المسالك البوليه عند السيدات وبالذات موضوع السلس البولي فهو عنده مركز طبي هنا في جنوب كاليفورنيا جراحي طبعا واحيانا بيشتغل هو كجراح مسالك بوليه بيكون معاه حد تاني جراح نسا او بيشتغل لوحده فهو يعني هو ده اللي بيتخصص الاكثر حاجه المركز بتاعه مشهور ان هو متقدم جدا في هذه الجراحه احنا يعني هنجيب سيره برضو الموضوع ده شويه انما النهارده احنا عايزين نستفيد بيه شويه للرجاله وللمسالك البوليه ان بالنسبه لاي هنتكلم على اهم الموضوعات اللي بتواجهنا من ناحيه المسالك البوليه في في السيدات وفي الرجال احنا طبعا يمكن قلنا قبل كده انا بحاول اوضح شويه لانه كاطباء احنا معظم التخصصات ليها ناحية طبية وليها ناحية جراحية فإحنا بيسمونا جراحين وأطباء بكالوريوس الطب والجراحة مش كده برضو لأنه لو الطبيب طبيب كلا بيبقى طبيب بيعالج بال يعني مش بدون الجراحة يعني بالأدوية وببعض الوسائل اللي هي ليست جراحية On the other side أو في ال يعني نفس التخصص بالجراحه بقى هم بيكونوا بيبقى جراح المسالك البولية فعشان بس نعرف الفرق بين أخصائي الكلى واخصائي المسالك البوليه بيعالجوا نفس الجهاز انما واحد بيعالجه بالاساليب الطبيه والادويه وواحد بيعالجه بالجراحه والاثنين تملي بيشتركوا مع بعض بحيث انه يعني في الاخر هم بيعالجوا نفس نفس الجهاز ونفس الـ 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 الإنسان وأنا يمكن أقول حاجة بالإنجليزي بس هي حاجة يعني بتنسني أنا شخصيا في رجل طبيب يعني اسمه ويليام اصلر قال مقوله بتقول انه الطبيب الكويس بيعالج المرض انما الطبيب العظيم بيعالج المريض آه واحنا آه يعني نفتخر ان الدكتور شريف آه جاي من من سلسال يعني يعرفوا يعالجوا المريض كويس خالص آه انا كان ليا الشرف ان الاستاذ الدكتور رؤوف جندي ابو سيف كان درسني وانا في خريجه طب عين شمس في مصر وهو كان لما كنت انا في رابعه وخمسه طب كان هو استاذ ورئيس جميع تخصصات الجراحه في الجامعه. كان رئيس الاقسام وكان بيدرسنا في سنه خمسة في الجراحه بعض المحاضرات وطبعا في الراوندز انما كان هو ذا اوف ذا اوف وافتكر قوي ان هو محاضراته كانت كانت ممتازه جدا لدرجه ان انا فاكره الوقت حاجات اتعلمتها من الدكتور رؤوف الدكتور رؤوف كان كان علامه من علامات مصر وكان في الوقت ده تقريبا كان من اشهر الدكاتره الموجودين واشطر مهاره ومحبه وعنايه بالناس وبالطلبه لانه في مصر الاساتذه الكبار دول الطلبه الصغيرين يعني صعب قوي نتكلم معاهم انما كان هو يقف ويسمع ويرد على الاسئله او اي يعني استفسار لنا والحقيقه يعني هو كان كان مثال كلنا نحب نكون يعني بنبص ليه دكتور شريف زي ما بنقول شبل ابن ذاك الاسد هو طبعا الاستاذ الدكتور رؤوف جندي دلوقتي انتقل والدكتور شريف حتى شكله وطريقته بيفكرني اكن الدكتور رؤوف هو اللي موجود احنا طبعا انا لي الشرف العظيم ان انا اكون من الجيل اللي درسني الاستاذ الدكتور رؤوف جندي ابو سيف أنا مش عارفة أقول قد إيه يعني أنا فعلا الناس العظماء اللي بنوا الطب في مصر يعني ما يجيش زيهم تاني فأنا طبعا بحيي ذكراه وابنه فيه وهو برضو الدكتور شريف هو بيعالج مش بس المرض هو بيعالج المريض وربنا يديله حكمة ومهارة في جراحاته وفي الطب لأن الطب دي موهبة ونعمة عظيمة جدا لما بتكون في إيد اهلا بيك تاني يا دكتور اهلا دكتور تاني موضوعنا النهارده انا الحقيقه برضو هقدم الدكتور شريف يعني مش بالتفصيل زي ما قدمته اول مره انما الدكتور شريف هو استاذ واخصائي مسالك بوليه تخرج من جامعه شمس برضو وجاء الولايات المتحده اشتغل في يو سي سان فرانسيسكو اللي هي يونيفرستي اوف كاليفورنيا سان فرانسيسكو اللي هي تعتبر من اعظم جامعات العالم توب 10 يعني لو شفنا كليه الطب في العالم كله يو سي سان فرانسيسكو واحده من من, من التوب 10 ان ذا عمل فيها ريسيرش واخذ ريزيدنسي وبعدين عمل فلوشيب في اليورولوجي وهو حاليا بيمارس الطب في جنوب كاليفورنيا وهو استاذ في جامعه يو اس سي اللي هي جامعه جنوب كاليفورنيا برضه أه بيتعاون معاهم في تدريس الطلبه والفيلوشيبس مش الطلبه اللي هم الاخصائيين اللي هيبقوا جراحين مسالك بوليه زائد ان هو عنده مركز طبي جراحي برضو في جنوب كاليفورنيا أه طبعا ده ما يفيش حقك يا دكتور شريف بس ان نات شيل زي ما بيقولوا الامريكان فاهلا بيك معانا اهلا بك. احنا النهارده ان شاء الله هنتكلم على المسالك البوليه ان أه جنرال هنحاول نستفيد بخبرته في يعني على على اهم المواضيع اللي بتصيبنا كلنا سواء سيدات او رجال من ناحيه المشاكل اللي ممكن نتعرض فيها وهنحاول برضو هنتكلم على الحاجات الكومن مش الحاجات الانيوجوال مع انه طبعا هو معانا يعني لو في حاجه ما حدش يعرفها هو هيعرفها فاحنا وير اوبن فور كويستشنز لاي اسئله انا معايا يعني اسد كبير خالص يقدر يعني يرد عليه بكل كفاءه وبكل دقه وزي ما هو يعني بيقول تملي ان احنا بنتكلم دلوقتي في الطب في وينتر اللي هو الشتاء 2014 فممكن نكون بنتكلم على نفس المواضيع دي السنه الجايه ويكون بنتكلم بطريقه مختلفه فانا الحقيقه يعني يعني حكايه ان انه الطب بيتقدم بشده جدا واللي كان من خمس سنين هو ده متعرف عليه مختلف دلوقتي وانا طبعا يشرفني ان في الحريه كلينك الاطباء اللي بيكونوا معانا بيكونوا اب تو ديت على كل حاجه بحيث زي ما بقول لحضراتكم ممكن النهارده نتكلم على موضوع ويكون معانا الدكتور دكتور شريف السنة الجاية في نفس الوقت ده ويقول لا دلوقتي دلوقتي بنعمل حاجة مختلفة عن ما كنا بنعملها في سنة فإحنا بنتكلم في شتاء 2014 أهلا بيك يا دكتور شريف وإحنا الحقيقة كنا هنتكلم النهاردة نبتدي ندي للرجالة شوية زي بعض يعني شوية لأن موضوع البروستاتا ده موضوع فيري كومن و برضه في مقوله مع ان يمكن الناس تستغرب من اللي انا هقوله لو سالوا الاطباء لو هنختار كانسر يجي للرجل او كانسر يجي للست طبعا عشان يعني طبعا كله مش عايزينه بس لو هنختار فالدكاتره بترد بتقول البروستيت والبرست كانسر بس بعد سن 50 سنه مش بدري عن كده. لانه الاثنين دول لو اكتشفناهم بدري وكان السن بعد ال 50 بنقدر يعني نتحكم فيه ونقدر نعالجه بطريقه ونوقفه احيانا او ننهي عليه تماما. وطبعا انا مش هتكلم على البروستيت كانسر احنا هيكون معانا ان شاء الله كمان اسبوعين اخصائي في أنكولوجي اونكولوجي وهيماتولوجي هيكلمنا على البريست كانسر وما هو وكل النهارده الدكتور شريف هيكلمنا على البروستاتا مش بس الكانسر على hyper اللي هو تضخم البروستاتا وهيكلمنا على اللي هو الحاجه اللي بيشوفها واللي هي كومن كل يوم موجوده في كل بيت من بيوتنا اتفضل دكتور رؤوف مرسي جدا يا دكتور تهاني واهلا بكل مشاهدينك طبعا زي ما احنا عارفين ان أمراض البروستاتا هي يعني أكثر أمراض أو أكثر مشاكل بيتعرض لها الرجال وطبعا زي ما حضرتك قلتي بتبقى أكثر في مع تقدم السن البروستاتا عشان الناس تبقى عارفاها دي على سن البلوغ أو البيوبرتي يعني بتبقى حجمها تقريبا 8 جرام ومن سن البلوغ لغايه سن خمسين سنه بتتضخم البروستاتا تدريجيا لغايه سن الخمسين وبعد كده التضخم ده بيبقى ابطا شويه لكن بيستمر طبعا لغايه لما الى مدى الحياه يعني لغايه السن الكبير طب يعني 8 جرام تقريبا قد أد... مثلا عين الجمل تقريبا تقريبا او حاجه يمكن اه حاجه صغيره قوي آه. زي زي العين الجمل الصغيره كده لان فصين كده تق... بينهم فص مجرى يعني. كوركت وفي ده. مجرى البول بيعدي فيها فأي تضخم في البروستاتا بيضغط على مجرى البول فده بالتالي بيدي الاعراض اللي بيشتكي منها الرجال في بعض يعني حضرتك بتقول ان مجرى البول بيعدي في وسط البروستاتا فلما بتتضخم بتضغط على فبيبان الاعراض المثانه فوق البروستاتا وبتعدي المجرى البول بيبتدي من عنق المثانه بيعدي خلال البروستاتا لبره فالبروستاتا لما بتتضخم بتضغط على مجرى البول وبتعمل تغييرات طبعا في المثانه نفسها كمان في عضلات المثانه فده دي الاسباب اللي بيبت... بيبقى مسؤوله عن الأعراض اللي بنشوفها زي كسر التبول بالذات في الليل وضعف طيار البول أو ضعف طيار البول وساعات بيحصل نزيف منها ساعات بيحصل التهابات في المثانة لأنها ما بتفضيش بكفاءة زي الطبيعي فدي الأسباب فقبل ما نروح لمشاكل البروستاتا دي أنا بس عايز أقول إن البروستاتا دي بي فيها مرضين مهمين جدا هي طب هي ايه وظيفتها يا دكتور شريف البروستاتا دي موجوده طبعا في في الرجاله بس والكلام يعني ده مش مش ساينتفكلي مظبوط هي موجوده في الستات بس هي في الستات بتنضمر جدا في البدايه فما بقاش ليها اي تاثير الا عباره عن شويه غدد موجوده في مجرى البول عند السيدات لكن في الرجاله زي ما انا قلت بت بتتاثر طبعا بال بالهرمونات بتاعة الرجاله من للتاستوستيرون ده اللي بيأص بيأثر على تضخم البروستاتا وعلشان كده بيحصل كل النمو بتاع البروستاتا في الفتره اللي فيها التستوستيرون عالي قوي اللي هو الهرمون الذكري الهرمون الذكري وده م. بيبقى من ساعه البلوغ لغايه سن ال 50 الهرمون بيقل وبالذات بي يقل تضخم البروستاتا. وهي وز... ليها وظيفه؟ ليها وظيفه طبعا البروستاتا دي هي ال... السائل اللي بيطلع من البروستاتا ده هو المسؤول الاساسي على ال... المحافظه على الحيوانات المنويه ويعني اللي بيديها الغذاء بالذات فيعني لو السائل البروستاتا ده مش موجود معظم الحيوانات المنويه هتموت ولا تستطيع الاخصاء <applause> انما ال الاكت اللي هو يعني حضرتك قلت على ان الحيوانات تبقى 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 صحيحة يعني صحيحة, صحيحه وكامله تقدر تقصب هي. انما العمليه الجنسيه هل برضو بت... بت... لو... البروستاتا نفسها لهاش اي علاقه بالعمليه الجنسيه م. لكن طبعا لو واحد قال الكلمه دي وسكت الكلام مش كامل يعني. لان اي كلنا عارفين ان بعد عمليات البروستاتا وبالذات عمليات البروستاتا للكانسر وكده ناس نسبه من الرجاله مش قليله بتتأثر في نتيجة الانتصاب ونتيجة القدرة على ممارسة الحياة الجنسية وذلك مش للبروستاتا نفسها مش عشان نشيل البروستاتا علشان معظم الأعصاب والأوردة اللي بتدي كل التغذية للقضية بتمشي جنب البروستاتا فلما البروستاتا بتتشال وبالذات في العمليات اللي احنا بنسميها الراديكال او عمليات الكانسر الاعصاب دي بتتاثر فبالتالي بتاثر على قوه قدره الرجل على الانتصاب والهمس يعني العين. انا كده بفهم من حضرتك انه على على مدى خطوره المرض اللي احنا بنعالجه وعلى مدى مهاره الجراح اللي بيشتغل آآ والامكانيات آآ العاملين دول ليهم تاثير في النتيجه بالطبع لان زي ما انا قلت حضرتك الاعصاب دي والاورده بتمر يعني جنب البروستاتا على طول فساعه استئصال البروستاتا لو ما كانش الجراح عارف الاماكن الاعصاب دي وطريقه ازاي حمايتها بحيث انه يشيل البروستاتا طبعا في أوضاع وحالات لما يكون الكانسر جامد أو كبير أو واخد جزء كبير من البروستاتا صعب إن الواحد يشي يحافظ على الأعصاب دي لكن دايما على الأقل بنحاول نحافظ على الأعصاب على ناحية واحدة ودي كافي إنه يحفظ القدرة الرجل على ال... لكن ساعات طبعا الناس لازم تبقى عارفة إن الهدف الأساسي من عمليات البروستاتا صار الكانسر طبعا الواحد بيحاول يحافظ على الحاجات التانية لكن الكانسر هو الاساس بالظبط ولو ولو المرض زي ما يعني انت وافقتني انه ان خطوره الامر في خطوره المرض الموجود اللي احنا بنحاول نشيله هل هو حاجه يعني ممكن تقضي على حياه الانسان ولا لا زائد طبعا مهاره الجراح والامكانيات اللي عنده اه انما الحاجات اللي بتكون مش 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 خطيره قوي ويكون جراح كويس بيكون نتيجتها في ان ان هي تاثر على اي من المشاكل دي اقل كتير فمش كل واحد بيخش يعمل حاجه في البروستاتا معناه ان هيكون عنده مشكله كده هي لازم نحط في, في الاعتبار اللي هم يعني ايه يعني قد ايه احيان حضرتك بتفتح وبتلاقي قدامك كانسر لعارف يعني الدنيا بايظه خالص فده صح. حتى في جراحين المخ والاعصاب احيانا يفتح ويقفل تاني نقول له يا دكتور حصل ايه يقول لك ما أم اقدرش امد إيدي خالص لانه يعني ما فيش حاجه باينه من الثانيه ولو شلت اي حاجه هيكون ضررها اكتر من الضرر يعني احنا بالنسبه طبعًا الطبيب اللي احنا كنا بنتكلم عليه ده اللي هو بيعالج المريض بيحاول يفهم الناس بي. ويكون طبعا امين لانه الامانه في الموضوع ده مهمه جدا انه انه الموضوع مش موضوع يعني واحد اثنين ثلاثة زي الحساب زي بتوع الماث ده موضوع انا مختلفه عن اللي جنبي عن الت... مش كل مريض زي التاني ومش كل حاله زي التانيه يعني ما مفيش حد زي التاني مظبوط ده كلام مظبوط جدا طبعا وعلشان كده العمليات دي لازم تتعمل بالذات يعني واحد بيعمل عملية دي كتير وعارف الاناتومي وعارف الاماكن الاعصاب دي واحنا في الولايات المتحده هنا دلوقتي بقيتوا متخصصين جدا يعني حضرتك بتعمل حاجه عمليه او يعني كذا بروسيجر انت بتعملهم بكفاءه جدا وبتعملهم كل يوم فزي بيقول يعني 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 المهاره في كل شيء بيبقى غير لما بتكون بتعمل 20 حاجه وبتعمل الموضوع ده مثلا مدام دام 20 صنف هتعمله مثلا كل اسبوعين انما حضرتك بتعمل حاجات معينه وبتعملها كل يوم وبتعملها طول النهار فاكيد الكفاءه وزي ما بيقولوا التكرار بيعلم الشطارة تمام تمام لا هرجع تاني لامراض البروستاتا بعد اتفضل شريف معانا تليفون من مصر الاستاذ اسامه اهلا بيك الو تفضل طيب معلش احنا اتاخرنا عليك شويه انا كنت بكمل الكلام مع دكتور شريف فلو قدرت تتصل بينا اهلا وسهلا <applause> ايوه دكتور شريف انا بس كنت عايز اقول قبل ما نخش في موضوع الكانسر يعني مش كل امراض البروستاتا هي الكانسر طبعا الاكثر منها هي تضخم البروستاتا اللي بنسميه تضخم نتيجه التقدم في السن زي, يعني زي ما شعرنا بيبيض كل كوراكت. دي يعني جزء من يعني دي حاجه ما نقدرش نمنعها ما نقدرش نمنع بياض الشعر والحاجات دي كلها فالتضخم البروستاتا بيحصل في كل الرجاله بس هو يعني الفكره ان مش كل الرجاله اللي عندهم تضخم بروستاتا بيحتاجوا لعلاج او بي او بيبان عليهم اعراض او بيب... ما هو دي الفكره ان احنا بي... يعني ما بس ان احنا بنعالج الناس اللي هي عندها اعراض لتضخم البروستاتا وانا زي ما قلت يعني بروستاتا بتحوط مجرى البول فلما بتكبر بتضغط على مجرى البول مم. وبتضغط على المثانه فكل الاعراض اللي بتبقى دي بتحصل بتحصل ضعف تيار البول الايام بالليل للتبول اكثر من, أكثر من مرتين وثلاثه واربعه وال... وزي ما انا قلت الساعات بتعمل التهابات في المثانه عشان المثانه ما بتفضيش قوي مم. ساعات بيحصل نزيف نتيجه ال... التضخم البروستاتا وضغطها على مجرى البول، م. فكل دي الاعراض الاول لما بيبتدي بيها يوجوالي يعني على سن الخمسين م. وطالع، قبل كده نادر قوي لما بنشوف بتحصل طبعا ما فيش حاجه في الطب نادره لكن يعني اكتر سن هو م. الخمسين 50 وطالع م. وطبعا زي ما انا بقول اول ما الشخص يبتدي يشتكي بالاعراض دي ودي بتاخد وقت يعني دي مش حاجات بتحصل في اسبوع ولا يوم او ليله دي بتاخد طبعا شهور لما يبتدي كده بيبتدي ندور على ال... على اذا ال... كان فعلا في تضخم وايه تاثيرها على مجرى البول وحاجات م. زي كده ونبتدي نقدر ندي علاج وفي علاج بالادويه زي ما انا قلت وفي جراحات وحاجات زي كده بس ده اللي المهم الجزء الثاني في اللي بياثر على البروستاتا هو الكانسر بروستات اللي حضرتك اشرتي ليه وده طبعا أكتر نوع كانسر موجود في الرجالة يعني زي ما احنا بنقول البريست كانسر ده اكتر واحد موجود في السيدات البروستاتا اكتر حاجه بس مش اكتر كيلر هو اكتر شيوعا اكتر شيوعا انما مش مش هو لا. اللي بي... سوري يعني في الكلمه لا. مش هو اللي بينهي حياه الانسان زي انما شائع جدا جدا آه وزي برضه آه مع ان طبعا آه يعني سرطان آه الثدي برضو شائع جدا جدا هو احنا بنسمع عنه كتير قوي لان هم بيعيشوا نشكر ربنا وبيحكوا العمر كله على فنفتكر ان هو ده بس هو هو مش بينهي الحياه طبعا السن الصغير ده موضوع تاني انما طبعا الكيلر الكبير هو اللنج كانسر والهارت اتاكس يعني حضرتك قلتي نقطه مهمه جدا ودي نقطه مهمه جدا عشان المشاهدين برضو يعني الواحد بيسمع كلمه كانسر دايما بيبتدي يخاف وكانسر بروستد <sul> ده مختلف عن انواع الكانسر <sul>. واحنا انا كان عندي واحد من الاساتذه بتوع الحقيقه بيشبهوا البروستات كانسر دول بثلاث حاجات بيشبه بروستيت كانسر دي اما زي السلحفه يا اما زي الارنب يا اما زي العصفوره فالدي يعني للمشاهد عشان يعرف السلحفه دي طبعا بتمشي ببطء شديد جدا 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 وده غالبا الشخص بيموت او بيت حياته بتتاثر باشواء لا ليس علاقه بال بروستيت كانسر ليها العقب بالقلب بالصدر بحاجات تانية يعني بيعوش بيعيش وبتنتهي حياته باسباب اخرى باسباب و... اخرى والكانسر ده ملوش, ملوش اي ده. تاثير فعشان كده بيبقى عامل زي السلحفه يعني وطبعا الجنب الثاني خالص اللي هو زي العصفوره ده اللي بيجي بسرعه قوي بيجي غالبا في سن بدري وغالبا بي بياثر على حياه الانسان بدري قوي لانه هو بيسبرد بسرعه قوي وفي الوسطاني اللي هو زي الارنب ده ده اللي هو if you catch it early هو ده الهدف بتاعنا اللي احنا بنحاول نركز العلاج عليه هو الجزء الجروب الناس الجزء من الناس اللي عندهم المرض في اللي زي العامل زي الارنب ده طب لو حضرتك بتدي نسبة بالنسبة للعصفورة والارنب وال... وانا دي حاجة كويسة أوي إن الواحد <سؤال> يفتكرها والسلحفة نسبة اللي بتشوفه حضرتك أو الليترشر بيقولوا النسبة بين ده وده وده قد إيه؟ طبعا احنا يعني الـ 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 الحمد لله ان النوع العصفور ده ما بنشوفوش كتير وده ممكن طبعا ليه تفسيرات كتيره هل هو بيجي بسرعه وبيروح بسرعه قبل ما بنشوفه او بيجي اوريدي فيري ادفانس فاحنا كجراحين ما بنشوفوش قوي جايز اللي حضرتك هتستضيف في الديف بتاعك اللي هو الهيماتولوجي انكولوجي ده بيشوفوهم اكتر اللي ده علاجه غالبا بيبقى بالادويه والهرمونات وكده اه ف طبعا الاكتشلي السلحفه ده هو اكتر نوع نقدر نقول مثلا تقريبا 50% ونقدر نقول مثلا ان الـ 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 الارنب ده او الرابط ده تقريبا 35 40% والحمد لله النوع اللي هو زي السريع قوي ده تقريبا 10% يعني يعني حضرتك بتطمننا انا مش بطمن انت يعني انا باخد الكلام اللي حضرتك بتقول ان تقريبا انه انه اكتر يعني البروستاتا يعني ولدو ان هي كانسر هي سرطان انما ما اقدرش الحميد حميد انما يعني احسن كتير من غيره وممكن الانسان يعيش وينتهي حياته ويكون عنده السرطان البروستاتا بس لا يكون ليه اي علاقه باي حاجه. تمام. ده كلام مظبوط وطبعا ان حضر يعني كان في كذا استادي آه اتعملت ولكل الناس مثلا آه اللي فوق ال80 سنه حضرتك لو جبتي مثلا 10 تنفار عمرهم فوق ال80 سنه لازم. راندملي. وعملت لهم عينة بروستاتا 8 من العشرة دول هيبقى عندهم بروستات كانسر فهو ده نوع السلحفة اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو ده غالبا ابتدى من سنين بس فيري فيري بطيء جدا في الانتشار والحقيقه بعد 85 سنه كل ثلاث ستات واحده منهم عندهم سم تايب اوف بريست كانسر بس بعد سن 85 الاستاذ اسامه معانا تاني على التليفون اهلا وسهلا أهلهم. اهلا بيك الو اهلا أيه. وسهلا تفضل اهلا بيك الدكتور شريف سامعك تفضل لو سمحت انا ممكن عايز اسال حضرتك السؤال بالنسبه ايه الاعراض اللي لو واحد قاعد عايز يعرف اعراض البروستاتا عنده ايه اللي بتبقى ظاهره قدام وهل بتسبب امراض آه لاورام سرطانيه في حضرتك البروستاتا لا حضرتك مفيش اي انا هبتدي باخر السؤال بتاعك ان مفيش اي علاقه بين تضخم البروستاتا و... وسرطان البروستاتا مفيش اي علاقه بينهم الاثنين كومبليتلي اندبندنت ملهمش علاقه ببعض واحد لو احسن حاجه تتخيل بيها البروستاتا زي بالظبط لو تخيل البرتقانه البرتقانه ليها قشر من بره والبرتقانه نفسها سرطان البروستاتا بيطلع في القشر بره خالص تضخم البروستاتا نتيجه الـ 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 السن والايج ده بيحصل في نص البرتقانه الجواني فدي هي دي الاتنين بيطلعوا من مكان مختلف وملهمش علاقه ببعض بالنسبه للجزء الاولاني من سؤال حضرتك زي ما انا قلت الجزء الاول لحضرتك ان اعراض تضخم البروستاتا بتحصل زي ما انا قلت مش في يوم وليله ولا في اسبوع الحاجات اللي بتحصل في يوم وليله واسبوع ده التهاب في البروستاتا احنا عايزين نفرق بين التهاب البروستاتا وتضخم البروستاتا تضخم البروستاتا بيحصل على شهور وممكن سنين وهي طبعا بتبتدي بضعف طيار البول الشخص بيقوم كتير بالليل يقش دورة المية بيحصل ساعات التهابات ساعات حرقان في البول وساعات في بعض الأحيان نزيف تمام. بعض الأحيان كده بعد التفكير ممكن بيبقى عبارة عن نظام تفكيكي كده مع تصوير البول متقطع ايوه آه البول البول متقطع البول يتقطع والبول ويبقى بطيء في نزوله ايوه ويبقى في الح... يعني ايرجنسي لازم تبقى انسان عايز يروح الحمام دلوقتي يعني يروح وينزل يا دوبك نقط بسيطه مم. وده آه وطبعا اعراض البروستاتا ليها علاقه بحجم وتضخم البروستاتا يعني بس حاجه يعني ان هو لو لو في واحد نام كويس مفيش اي مشكله وقام الصبح عنده حرقان وعنده حراره وعنده مشكله في البول دي حاجه حاده دي التهاب غالبا في في البول ممكن يكون تضخم البروستاتا أسبابه. لكن ما كانش عامله اعراض كافيه للشخص ان هو يشوف دكتوره كده واول ما حصل التهابات دي بتبقى إحدى العلامات اللي بتخلي الشخص يروح يشوف الدكتور ويفحص البروستاتا لقيها متضخمة وهي السبب يعني من أهم الأسباب لإلتهابات البول في الرجالة هو تضخم البروستاتا. تمام آه، إن شاء الله نكون جاوبنا على سؤالك وحضرتك يعني ابقى معنا الدكتور شريف هيشرح حاجات تانية كتير ويمكن في أسئلة توضح الأمور دي. آه، معانا الأستاذ علي فرغلي من،, من مصر أهلاً وسهلاً. اهلا ست الكل اهلا بيك ايوه انا عاوز اسال بس الدكتور على اساس ان انا بقى زي ما بتقول بيجي لي حرقان في البول في مجرى البول متقطع ايوه وتاني حاجه بينتج منه حرقان برضه المغزى في يعني زي ما بتقول ايه في فتحه الشرج بيقولوا لي ان الحرقان ده بيبقى نتيجه تضخم في البروتستاتا وبعض الاحيان ما بقدرش امسك الميه حضرتك كل الاعراض دي ممكن تكون نتيجة تضخم في البروستاتا بس اللي انا عايز اقوله ان حرقان البول ده مش مسألة أيوة. تضخم في البروستاتا ده غالباً التهاب وزي وزي ما قلت ان التهاب البول في الرجالة من اهم اسباب أيوة. تضخم البروستاتا فيعني حاجة مش دايركتلي اما الحرقان في فتحة الشرج ده تهيليش ليه اي علاقة بالبروستاتا تكلمني. اه علاقة لا اه طب بتأثر ليه على الانتصاب بقى؟ لا بتأثر, بتأثر؟ على الانتصاب لا ما تضخم البروستاتا بيحصل زي ما قلنا في سن الخمسين آه. وطالع فهو ده السن برضه اللي بيحصل فيه مشاكل في الانتصاب فالاتنين بس مجرد انهم بيحصلوا في وقت واحد لكن ما فيش اي علاقه دايركتلي يعني بين تضخم البروستاتا والتاثير على الانتصاب هما الاثنين بيحصلوا بس في نفس السن ونفس الوقت أه. 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 تمام انا عندي 58 سنه 58 ربنا يديك طول العمر 58 سنه يعني يعني طبعا البروستاتا اكيد متضخمه بس زي ما قلت مش كل و... اي واحد في سن 58 سنه هيبقى عنده ص... بعض التضخم في البروستاتا، المهم اذا كانت بتعمل لك اعراض زي ما قلت لحضرتك حرقان في البول وصعوبه التحكم في البول يبقى لازم البروستاتا تتفحص وعلاجها سهل في ادويه وفي اشياء كثيره لعلاجها. تمام اشكرك يا استاذ علي وانا يمكن بس عشان اللخبطه في حكايه الـ الـ اي التهاب على فتحه الشرج احنا لما بنيجي نكشف على البروستاتا بنكشف عليها من فتحه الشرج عشان نوصل لها لان هي يا ريت تقول لنا هي مكانها فين يا دكتور شريف وطريقه الكشف الطريقة طريقه الكشف الوحيد للبروستاتا زي ما الدكتوره تهاني حضرتك بتقولي هو فتحه الشرج ما فيش اي طريقه تانية لان البروستاتا دي موجوده بتوين موجوده بين الشرج ورا والمثانه قدام فهي واقعده في النص بين الاثنين بس هي ف... دعوه بالشرج هي هي قدام الشرج فبنحسها من فتحه الشرج انما ما, ما هياش لا فتو... ولا ليها دعوه خالص بال... بال... بفتحه الشرج وحتى لو عملت منظار للشرج لاي اسباب اخرى ما بتشوفش البروستاتا بتحسها بحسها. بس بالظبط ولما تتضخم بقدر احسها بايدي من فتحه الشرج بس يعني انما ملهاش اي اتصال بفتحه الشرج وحتى دل... لما تتضخم يعني الناس عندها برضو فكر خاطئ شويه ان البروستاتا لما بتتضخم بتاثر على فتحه الشرج وعلى ال... ده ملهاش اي علاقه خالص لا بالبراز ولا بفتحه الشرج اطلاقا تمام معنا الاستاذ بطرس من الدنمارك اهلا وسهلا مرحبا أهلاً. أه, رجعت اتكلم مع الدكتور تفضل يا استاذ انا نفس الحاله اللي اتكلم عليها أه, الدكتور ولا انا اتكلم اللهجه العراقيه شويه شويه صعبه انا قبل فتره عندي صارت نفس الحاله يعني من اريد اروح المرافق يعني ابول كلش قليل متقطع وانا يعني ماكو بال بالساعه اروح التواليت يعني اربع خمس مرات عشر مرات يعني من اطلع المدينه ما يعني ما اتحمل يعني عشر دقائق لازم اروح التواليت خمس دقائق اروح التواليت يعني فتره بقالي تقريبا ست شهور رحت, رحت هنا بالدنمارك تحاليل ماكو يعني حوالي سنه انا اروح بالتحاليل واسوي كل شيء ما يطلع عندي لا عندي بروستا عبالي عندي سكر سكر ما يسوي و... بالاخير كل شيء لحد له وبعدين اختفت هسه اختفت يعني اكو اسباب شيء يعني انا اريد اسمع من الدكتور حضرتك بتقول اختفت يعني ما فيش اعراض دلوقتي خالص؟ خلص هسه صار لي تقريبا سنه ماكو اعراض وانت عند حضرتك حضرتك عندك كم سنه؟ 57 سنه يا زي ما انا قلت ما انا بقول لك كان غالبا عندك التهابات في البول مع تضخم في البروستاتا لو اتعالجت بس اللي عايز اقوله يعني ان يعني الاعراض اللي حضرتك بتقولها برضو دي ليها ساعات بيبقى اسباب اخرى تانية يعني احنا لو الاسباب الرئيسيه هي تضخم البروستاتا والتهاب في البول في اسباب اخرى طبعا ليها علاقه بالمثانه وليها علاقه بالسكر والعلاقه بالادويه اللي بتاخدها مدرات البول وحاجات زي كده بس يعني الواحد الاول بيحاول ان يشيل البروستاتا دي من كاحدى الاسباب للاعراض دي دكتور أنا أبد ما الحالات يعني تقول المثانة يعني فح... أنا فح بدني ما يعني دكاترة مجانا هي يعني كل فحوصات سويت مال المثانة والبروستات كل كل الحالات ما ماكو عندي موجود لا عندي ضغط لا عندي سكر لا عندي كل شيء بس هل... هاي يعني اختفت راحت شنو أسباب ال 6 شهور صار عندي هالحالة تعالقت. يعني هي هاي السبب حضرتك تعلقت يا أستاذ بطرس الدكت. لا ما كل أدوية ما أخذت لا يعني لما حصل لك الاعراض دي طبيبك ادى ادويه؟ انا الاعراض انا مارك ما ينطون علاج الا ما يتجدون اكو شيء، ما ينطون علاج بدون كل شيء، كل شيء ما عندك. يعني انا هقول لحضرتك يعني الا اسباب الا يكون اكو سبب. هقول لحضرتك يعني الاعراض اللي انت بتقولها دي ممكن تكون اعراض تضخم في البروستاتا ولو سنك 58 سنه يعني اكيد في تضخم في البروستاتا. انا يعني فانا ما اعرفش بالضبط يعني هم الابحاث حضرتك بتقول عملوها ابحاث دي تضم ايه بالضبط يعني؟ يعني عملوا منظار عملوا كل شيء سووه هم هم قالوا الحمد لله انت ما عندك فرصات يعني العمره هاي اذا زمي اكو موجود هاي الاشياء بس يقول ماكو يعني استغربوا هاي الاشياء يعني هل احنا جايين من دوله الشرق الاوسط يعني جو حار وجينا جو بارد يعني يصير اختلاف يجي اشياء؟ لا ما تهيأليش بس طالما الاعراض اختفت يبقى الحمد لله وكل التحاليل شافت ان مفيش اي حاجه يبقى الحمد لله يعني مفيش مشكله والمناعه احنا جسمنا لوحده قبل الطب ما يتقدم كده كان برضو ممكن الواحد يتعب من حاجه والجسم يعني يكون <applause> yeah. 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 ممكن ليها علاقه بالميه اللي بتشربها الحاجات زي كده فيعني في mm -hmm. الحمد لله ان يعني كل التحاليل طلعت مظبوط كويسه فيش اي حاجه لكن يعني ده والاعراض ما رجعتش تاني تمام اشكرك آه يا استاذ بطرس معنا الاستاذ يوسف آه من اي ثينك من السويد اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيكم اشكركم على برنامجكم الرائع وقناتكم الاروع آه مش حاخذ من وقتكم كثير مدام عفوا دكتوره ودكتور آه انا في عندي مشكله عاني منها صار عشر سنين المشكله هي آه بالضبط راح اختصرها خلال 20 دقيقه ان شاء الله المشكله هي عندي صار عندي تضخم بالبروستات عمري دلوقتي 36 سنة وقبل 10 سنين راجعت الأطباء في ستوكهولم مش عن مشكلة الطبيبة قالت لي أنت من الحالات النادرة تستستيرون عندك طبيعي القابلية الجنسية عندك عادية طبيعية ما في عندك مشكلة المشكلة ما نعرف ليش فحص سريري يطلع عندي تضخم بالبروستات سبونشي سبونشي بروستات ودائما أخذ أنتي انفليميشن ديكلوفيناك اللي هو الأول الفولتارين ستول يلا ارتاح او الهوت باث الحمامات الحاره دكتور حاليا صار لها عندي 10 سنين من مشكله واحكي لك ال... طبعا جدا سعيد بك لانه وجهك السمح والوالد ما شاء الله عليك انا من عائله طبيه كذلك فمشان هيك فرحت كثير يعني هاي ما راح احصلها يعني لو حتى لو جيت مصر ادور عليك. فدكتور سؤالي أول شيء أنا عاوز بعد أخلص المكالمة آخذ عنوانك من البر من البرنامج أول شيء. ثاني شيء شنو تعتقد علاج إلي؟ بالتحاليل يطلع عندي أوكي. بس مشكلة دكتور ما في ما أنا مش أقدر أعود على الكرسي، حتى الكرسي أنا مشتري كرسي خاص عشان أقدر أعود عليه. اي ستريس اي انفعال اي اي حاجه تعمل عندي الم بالبروستات اي خبر مش كويس يعصر عندي الم بالبروستات انا كنت بشك ان هي مش بروستات بس لما رحت كل مره اروح اقول لا هي عندك تضخم بالبروستات بس احنا انت لسه شاب يعني ودي حاله فانا بعد اي سؤال انت اسالني وانا ممكن اجاوبك انا اسف طولت عليكم لا عليكم. ما طولتش حضرتك انا اقدر اقول لك يعني طبعا مع مع كل احترامي للي قالك لكن انت ما عندكش تضخم في البروستات انا ما شفتكش طبعا يا رب لي مع... يا... يعني ما اقدرش اقول لك يا رب لا اصل هي الحكايه في حاجتين يعني طبعا دي الحالات النادره اللي كانت الدكتوره تهاني بتحكي عنها تضخم البروستاتا ده بيحصل مع السن يعني اصلي إيه؟ انك يبقى في واحد عنده 26 سنه انا عارف انك انت عندك 36 بس انت بتقول بالك 10 سنين 26 26 سنه, سنة وعندك تضخم في البروستاتا شيء صعب جدا 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 ان يكون عندك تضخم لان ده ايجينج بروسس بتحصل مع اللي حضرتك عندك وال والوصف اللي في عضله تحت البروستاتا في الرجاله وفي الستات اسمها البلفيك فلور البلفيك فلور دي هي العضله دي اللي في اشياء كتير قوي بتبقى مشكله. احنا طبعا انا معرفش الالفاظ كتير يعني قصدي الاسامي بالعربي لكن احنا عندنا ليها اسم بالانجليزي وحضرتك ممكن تبص على الانترنت وكده اسمها بروستادينيا. بروستادينيا ده اللي هو الوجع في البروستاتا وده طبعا اسم قديم ومش مظبوط قوي الاسم الحديث اللي هو اللي هو اللي زي ما بقول لحضرتك البالفيك فلور ديسفانكشن او العضله اللي هي موجوده تحت البروستاتا ودي اللي بتاثر في الاعاد وبتاثر بتبقى في معاها التهب. مش دايما لكن دايما معاها آآ 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 يعني امساك امساك دايما م. بيحصل لان نفس العضله فهي دي اللي حضرتك موست لايكلي طبعا في تحاليل لازم تتعمل و, 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 و وابحاث حاجه اسمها يورو دايناميك هتبين قوي اللي انا بقولها حضرتك عليه لكن وصف انها دي تضخم في البروستاتا ده يعني متهياليش ان ده مظبوط او دقيق يعني او, أو دقيق يعني. عفوا انت دكتور كيف <applause> دين further investigation انت شو تنصحني اقول له يعني يعني هم كلش متعاونين معايا لانه سببت لي الم كثير هذا الموضوع صار 10 سنين، شو تنصحني اطلب منهم الفحص اسمه؟ انا متاكد يعني حضرتك ان هم هي. عايزين يساعدوك بس يمكن هو بس يعني يعني انت محتاج يمكن تشوف واحد متخصص اكثر واحد يورولوجيست واحد بتاع مسالك بوليه يورولوجيست اه متخصص انا كلهم اخصائي آه. <applause> <applause> انا فاهم حضرتك <applause> بس محتاجه دكتور مسالك بوليه متخصص شويه في اللي احنا بنسميه النيورو يورولوجي او اعصاب المثانه والتخصص ده هو ده والسويد مليانه يعني احنا انا اعرف ناس ماي سيلف يعني بيشتغلوا في الموضوع ده ف بس انت محتاج حد يعمل لك وظائف ديناميكيه لمجرى البول اللي هي بنسميها اليورو اليوروداينامكس والبالبك فلور فانكشن أي يعني هي هذه الحالات وآخر السؤال الاخير عفوا السؤال الاخير بس اتفضل حضرتك ال... شو العلاقه علاقة بالبروستاتا بعرف العلاج بتاع حضرتك زي ما انت قلت بالضبط اللي هم انتي انفلاماتوري علاج زي اي علاج بتاع اي عضلات يا اما ملتهبه يا اما فيها سباز دي علاجها في تمرينات مخصوصه أه. لل لا في تمرينات مخصوصه للعضلات دي اللي احنا بنسميها الكيجا اكسرسايز اللي هي موجوده بنوصفها دايما للسيدات واتكلمنا عنها في موضوع السلس البولي المره اللي فاتت، لكن احنا بنستعملها للرجاله وفي بيبرز كتير قوي منشوره عنها، فحضرتك واحد فيزيكال ثيرابيست وهيقدر يعلمك ازاي تعمل تمرينات العضله دي مع شويه ادويه بتساعد على ارتخاء العضله دي او ريلاكسيشن <applause> بتاعها يعني استاذ يوسف احنا الدكتور شريف يعني عشان كده انا بقول الدكتور شريف يعني ممكن يرد على كل حاجه بس الحاجات الصعبه كمان اللي مش بنشوفها هو كمان اللي يقدر يديك راي فيها ف يعني هو رايه انه انه مش اي دكتور مسالك بوليه هيقدر يوصل للي هو بيقوله ده وبعد الحاجات اللي انت مريت فيها يعني جايز كله بيفكر بطريقه واحده لغايه ما يعني لا ان ما فيش نتيجه او وصلنا لطريق مسدود فالدكتور شريف يعني هو انسب واحد ممكن يقول لك انه لازم تدور على على طبيب متخصص في اليوروداينامكس بتاعه البلفك فلور او العضلات اللي هي يعني بتحوط او بت وجودها تحت البروستاتا وفي المنطقه دي لانك حضرتك وصفت انا كطبيبه فاميلي حضرتك لما بتيجي تقعد بتتعب لما ده, ده البلفيك فلور ده ده الـ 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 يعني زي عضلات الحوض والتخصص بتاعنا ده اي واحد بيشتغل في موضوع السلس البولي او اليورينري إنكونتننس بيبقى عندهم خبره كويسه قوي في العضلات الحوض ودي حاجة مش كومن مش بنشوفها كل right. يوم ومش بنشوفها في الستات جايز عشان بيولدوا انما في الرجاله مش بنشوفها فعشان كده هم غلبوا في حضرتك شويه مش لانهم مش شاطرين لان هي حاله غريبه شويه او مش مش كومن فيعني على قد ما يعني الدكتور شريف بينصح حضرتك انك يعني تروح لحد هتلاقي وسط مثلا 10 بتوع يورولوجي واحد بس اللي بيتخصص في هذا واحنا تليفون عياده الدكتور شريف وممكن هو يرشدك لمين تقدر تتصل بيه ويديك ادفايس ازاي يعني انا ممتن انا ممتن ممتن لكم بس بالنهايه اطلب ربي يحفظكم المسيح سلامه يحفظكم لان انتم ذخر بصراحه انتم ذخر يعني انتم ما شاء الله عليكم بس اقول ربي يحفظكم يا رب يا رب ويطيل عمركم ويخليكم سالمين غانمين يا رب يا رب يا رب نشكرك بس بالنهايه العنوان اقدر ابقى على التليفون اخذه من حضرت حضرتك حضرتك الكول سنتر هو يديك العنوان ونشكرك على اتصالك يانوان. ونشكرك على متابعتك للبرنامج اهلا وسهلا معانا الاستاذ سيد عمار من مصر ألو. اهلا وسهلا اهلا بك يا دكتوره واهلا بالدكتور اهلا يا فندم انا دكتور عندي حصوة الكلى جنبنا الاثنين سؤال علي, علي. ورحت عملت كذا كشف وكذا تحليل قالوا لي ده املاح زياده وباخد علاج و ينفع عمليه دلوقتي في فرق يا اخي سيد بس بسيط يعني انا مش متاكد ان انا يعني فهمت مظبوط في فرق بين الاملاح في البول ووجود حصوه في الكلى لو انت عندك حصوه في الكلى يمين او شمال او الناحيتين دول غالبا بتحتاج عمليه بس طبعا على حسب حجمها ايه ووضعها ايه بالظبط بالنسبه للكلى عامله تضخم في الكلى ولا اما بالنسبه للاملاح فده شيء ثاني، الاملاح دي موضوع يعني كبير لا ده كان مره كان مره دكتور ااا آه المول كان اتغير وبقى لونه احمر ورحت الدكتور مسالك قال لي ده المول كله دم واداني علاج وخفيت على العلاج، هل الحصو ده يضر؟ الحصوة ممكن؟ من الحصوه ممكن تعمل دم في البول بس انا ما اقدرش اقول لك في مية سبب يعمل دم في البول فاحنا مش عايزين نخلط الموضوعين ببعض ما بالنسبه لو كان عندك حصوه الواحد عايز يعرف السبب ايه سبب الدم في البول لو كان سبب الدم في البول حصوه فدي غالبا هتحتاج عمليه او جراحه بس زي ما قلت لحضرتك نوع العمليه هي حي... حي... هيتحدد بحجم الحصوه ومكانها فين بالظبط وفي حصاوي صغيره بتنزل لا ده قال لي قال لي ان 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 طلعت ان في ثلاث حصوات في اليمين واربع حصوات في الشمال يعني في حصاوي كتير ما انا بقول لحضرتك لازم نبتدي بناحيه واحده الاول وبعد كده نخلص على الناحيه الثانيه جميل زي ما الدكتوره تهاني بتقول الحصاوي دي اصلها مقاسات وانواع وحسب مكانها اذا كانت حصاوي أيوة. صغيره قوي فممكن تنزل لوحدها في شويه ادويه بتساعد على نزول الحصوه لكن لو كانت الحصوه كبيره يا بيه كبيره لو الحصوه كبيره وعامله تضخم في الكلى لازم تتعالج جراحيا يا اخي سيد أيوة, ايوه ايوه ما ينفعش يعني ادويه فيها ما انا بقول لحضرتك على حسب في المنظار ممكن بالمنظار وممكن بالمكنه اللي بتفتت الحصاوي او ممكن بالليزر، في يعني ادوات كتير قوي لتكسير الحصوه. ما بنعمل يعني عمليات فتح للحصاوي في سنه 2014 دلوقتي عمليات فتح للحصاوي دي نادره جدا يعني. في مصر موجوده مكن تفتيت الحصاوي في معظم الجامعات جامعة عين شمس فيها والقصر العيني فيها فكل الجامعات فيها الليزر موجود ومكنات تفتيت الحصاوي موجودة أه، أستاذ سيد حضرتك عندك كم سنة؟ ألو أيوة أستاذ سيد شكرا لك يا دكتور وشكر للدكتورة كمان شكرا كتر خيرك يا أستاذ سيد وربنا يديك الصحة وربنا يبارككم ويبارك خدماتكم كتر خيرك كتر خيرك تعيش آه معانا آه ست مسامح برضو من مصر ايوه مساء الخير يا دكتور مساء النور اهلا وسهلا ازاي حضرتك ازاي حضرتك نش... يا دكتور اهلا يا فندم اهلا ازاي حضرتك يا الحمد لله السلام المسيح معاكم ميرسي آه يا دكتور عنده 53 سنه وابتدى بالسكر وبالضغط من حوالي 10 او 12 سنه من سنتين كده جاله كان تعب كده والدكتور طلب منه تحاليل إيه وظائف الكلى عنده عاليه ابتدت الكلى بقى كل شويه تعلى اخر مره كانت اربعه واربعه من عشره رحنا اتحجزنا في معهد ناصر حطوه في في قسم بطنه ويعالجوه بطنه الكلى علت من عشره جينا طلعنا من المستشفى يعني حالته من ساعتها هو تعبان انه تعب من قيمة ثلاثة ايام ودته مستشفى ماري عندنا في حلوان فلقيوا كلا سبعة وسبعة من عشرة عملوها له ثاني يوم لقيوها ستة ثالث يوم عملوها لقيوها ستة وستة من عشرة والبولينة كانت عالية برضو معاها الضغط يوطى نفسه يرتاح لا الضغط عالي بطنه بتشل وتتدب كده من المية اللي فيها وهو دلوقتي محظوظ في الرعاية الدكتور الصبح بتاع الكلى قال لي لازم يعمل تحليل غازات في الدم عشان نطمن ونشوف الكلى يعني تحتاج غسيل دلوقتي ولا لا عمل التحاليل ونشكر ربنا الدكتور طمنا قال لي هو كده احنا مش هنستعجل على التحاليل بس احنا نعمل قرار عشان نستند عليه لو في اي وقت تعب يبقى لازم يخسر. بس هي دلوقتي الحاله يعني هي مستقره. الحمد لله يا ام سامح. الكلى يا هما في حاجتين يعني حضرتك بالنسبه أه. لاي ضعف وظائف الكلى يا اما في حاجات جراحيه وفي حاجات امراض باطنيه يعني انا شايف يعني أه. اللي انا فهمته من حضرتك ان هو عنده سكر وضغط ودول الحاجتين دول بيأثروا على وظائف الكلى. آه ف... حتى في جسمه يا دكتور المكان بيشتكي بيها يعني عنده نزيف داخلي في عينيه الاثنين ما بيشوفش منهم عنده فيروس تي عنده, عنده كسور في الشرايين القلب و... ما هو انا بقول لحضرتك ايوه دكتور. يا دكتور ما هي غالبا هي وظائف يعني انا طبعا في مشاكل كتير مش ممكن نغطي كل المشاكل هنا لكن بالنسبه لوظائف الكلى الض... غالبا السكر والضغط مأثرين على وظائف الكلى واهو زي ما الدكتور قال لحضرتك انه غالبا يعني جايز قدام هيحتاج غسيل للكلى هو عنده كام سنه 52 عنده 3 53 54 يعني ممكن هيحتاج غسيل للكلى غالبا قدام وممكن زرع الكلى لان هو سنه صغير لكن طبعا اهم حاجه الواحد بيحاول يظبط يظبط السكر يظبط السكر والضغط لان لو جت فرصة انه يزرع يتزرع له كلى او كده لازم نحافظ عليها طبعا بس ما عنديش يا دكتور انا تكلفة عشان اعمل زرع كلى لا ما هيبقى حضرتك ما هو هو اللي يا حاليا دلوقتي ربنا معاه وكده يعني يستمر يبقى ثابتة لكن لو ابتدت الوظائف الكلى تعلى تاني جايز يحتاج غسيل وبيبقى في... دلوقتي يا دكتور كان بينزل بول كتير اول اول دلوقتي عز ما هو في المستشفى بسال الممرضه تقول لي بينزل 1000 الف بينزل 2000 كويس ما ده ملوش علاقه قوي بال ب... ده حسب الستيج بتاعت ال 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 الضعف او الفشل هو دايما يا دكتور لما لما كان في البيت هنا كان بيحس بحرقان جامد في البول ويعني في الايام الاخيره قبل ما يخش المستشفى كان بيحس بحرقان وكان بينزل الميه يعني بتاع بتاع 20 20 سنت كده بالكتير ايوه انما الاول كان بيجيب دور كتير قوي طول النهار عارفه عارفه ايه مسامح زي ما الدكتور شريف بيقول أيوة. ان هو يعني موضوع حتى لو اتحط على غسيل كلى مش معناه انه لغايه ما نستنى ربنا وفي في دور وفي يعني انا قصدي بيبقى في حتى لو ما فيش امكانيات تشتروا يعني كده مش... انما في في اماكن ما حد ناصر او غيره انا مش عارفه بالتدقيق بس مش معنى انه يتحط على غسيل كلوي ان هو مش هياخد كلى ده لغايه ما تتوفر مش كده برضو طبعا ممكن يستمر على غسيل الكلوي يا سنين يعني انا اعرف ناس عاشت 20 سنه مثلا ف... آه. في ناس قالت يعني ممكن يغسل مره او مرتين لغايه ما الارقام دي تنزل بس لو ده مرض مزمن زي السكر وكده أمر... أ... أ... وظائف الكلى هتبقى تعبانه فغالبا هيحتاج لو هيحتاج غسيل هيحتاج غسيل مستمر لغايه لما نعمل حاجه للكلى يعني هي علاجها الغسيل يا دكتور برضو؟ ايوه ايوه حضرتك لو الوظائف أم... أه. لو الوظائف الكلى تعبانه والكلى ما بتقومش بوظيفتها البديل ليها هو غسيل الكلى لان السموم لو اللي بتتكون الكلى شغاله يا ما هي مش ممكن يكون الكلى شغاله والوظائف الكلى عاليه هي انا انا باخد لاحظ عليه كتير لما الضغط بيعلى عنده وبطنه بتتملي ميه وبيجي له امساك مزمن هي وظائف الكلى بحس انها عاليه من غير تحاليل يعني ده يعمل جايز جايز التحليل الاف فعلا عالي ده جايز طبعا ملحوظه منك لكن تحليل الدم هو هو اكتر حاجه هتبقى أه. يعني هتقول لنا بالظبط وظائف الكلى فين يعني هما في الرعايه قبل ما اجي من المستشفى من شويه قالوا لي هنعمل له تحليل كلى وهنتصل بيكم ونقول لكم النتيجه فالدكتور كان الصبح متوقف على غازات الدم طيب قال لو غازات الدم طلعت عاليه لازم النهارده يخف طيب يعني هم في, دا في رعاية يعني هم واخدين بالهم منه وهو طيب يعني الحاله رعاية. الحاله بتطلع ورعايه المسيح قبل كل شيء رعايه ربنا امين وربنا يدي حكمه للاطباء اللي هم بيراعوه ويجد نعمه في عينيهم وربنا مين. هو الشافي يا ست ام مسامح امين تمام من أجل الله يخليك شكرا يا مسامح تمام معانا ست ام ايهاب برضه من مصر اهلا وسهلا لو اتفضلي اهلا بيكي ايوه يا دكتور اهلا يا فندم اتفضلي دكتور انا عندي 63 سنه ايوه يا فندم اتفضلي انا عندي وستين سنه وبس يعني انا رحت للدكتور عندي يعني بشعر بالبول عندي يعني ده لي مده مش من النهارده البول بيزدنى عندي جامد وبحصره وب... عشان ينزل وانا بالليل بالذات لما باجي انام ف... واحيانا ينزل مقطع واحيانا ينزل س... سريع فكل ده بي يعني بيخنقني بيبقى طالع على دماغي وانا قاعده وانا بعمل توليت في الحمام فببقى تعبانه في نفس الوقت رحت للدكتور مسالك بوليه مره واثنين قال لي الكلى كويس ما حاجه يبقى ده من ايه لا حضرتك يا مهاب الاعراض اللي بتشيك عليها دي مالهاش دعوه بالكلى الاعراض اللي بتشيك عليها دي ليها علاقه بالمثانه فهل المثانه بتفرغ البول كامل ولا لا؟ وإذا كانت ما بتفرق المسانه ده دكتور إيه اللي له؟ مسالك بوليه برضه بس, بس مش دكتور كلى. مسالك كلا. البوليه اللي كشف عليا؟ ما أنا بقول لحضرتك لو, لو لا لو لقى المسانه بتفضي كاملة يبقى مفيش مشكلة، لو لقى المسانه بتحوش البول وما بتفضوش كامل يبقى حاجة من الاتنين يا إما عضلة المسانه ضعيفة أنا ما أعرفش إذا كان عندي حضرتك سكر، عندك أي لا. أي أمراض تانية لا ما فيش امراض يعني, يعني يعني سكر ولا ضغط. طيب ما هو يا حاجه من اتنين بتمنع نزول البول من المثانه يا اما عضله المثانه ضعيفه يا اما في حاجه سد مجرى البول انا ما اعرفش اذا كان في فيعني هو دكتور المسالك هيحدد المشكله دي. ضعف ضعف البول ده نتيجه المثانه ملوش دعوه بالكلى. ما انا رحت يعني ما هو دكتور الكلى هو اللي المفروض يعرف المثانه. لا لا يا, يعني... يا أم إيهاب دكتور الكلى ده دكتور أمراض بطنه دكتور مسالك البوليه ده جراح يا مسالك ستب... بوليه انا رحت مسالك بوليه ده. اقول لحضرتك حاجه انت بتقولي ان بيبقى عندك حرقان في البول ده ده يعني الكلى دي فوق شويه مش عايزين الالتهاب او المشكله توصل للكلى الدكتور شريف رايه انه ده في المثانه زي التهاب في المثانه وفي مجرى البول اللي بيطلع على بره وده سن حضرتك والظروف اللي بتحكيها هي بالظبط وتوصف كده احنا مش عايزين ابدا حاجه في الكلى يعني نشكر ربنا انها في حاجه في المثانه وما بعدها، حضرتك في في التهاب في المثانه ولانه بعد سن التغيير بيحصل التهاب في مجرى البول ممكن يعني ما يبقاش الهرمونات بتبقى قليله يعني بالزبط. يعني في ومحتاجه شويه تحاليل يا ايهاب يعني محتاجه منظار مثلا ومحتاجه تحليل بول عشان نعرف اذا كان في التهاب ولا لا يعني ونشكر ربنا انها مش في الكلى ده حاجه تطمنا وتطمنك فهي الحكايه ابسط من لو لو في انفكشن في الكلى او التهاب في الكلى دي مشكله كبيره قوي يعني. فحضرتك لما يعني تروحي لواحد تقولي له هل انا عندي التهاب في المثانه لان انا يعني اخصائي دكتور من امريكا قال ان ممكن تكون هي دي المشكله ربنا يرشدك للخير والف سلامه ليكي ربنا يديك الصحه مع انا اتصال تاني من بنت الرب من من مصر برضو السويد اسفه اتفضلي اوكي سوري هي بنت الرب برضو اتاخرنا عليها معلش دكتور ايهاب فهنرجع لموضوعنا و... اه ممكن ناخد فاصل ومعانا الاستاذ الدكتور شريف رؤوف جندي ابو سيف وانا يعني معلش هقول اسمه بالكامل اللي لنا الفخر ان هو يكون يعني ابن الاستاذ الدكتور رؤوف جندي انتظرونا بعد الفاصل اهلا وسهلا احبائنا بعد الفاصل في الجزء الثاني من الحريه كلينك ومعانا الاستاذ الدكتور شريف رؤوف جندي ابو سيف اهلا بيك يا دكتور, دكتور شريف أهلاً. وهو والده الاستاذ العظيم الدكتور رؤوف جندي ابو سيف رئيس يعني سابقا كان رئيس اقسام الجراح اقسام الجراحه في جامعه عين شمس لمده طويله ايام ما كنت انا اكشولي في الكليه مش عايز اقول امتى يعني انما كان رئيس اقسام الجراحه كلها في جامعه عين شمس لمده طويله من اشهر اطباء اللي طلعتهم مصر اللي بنوا الطب واللي لما الواحد كان بيروح يبقى في ايدين الدكتور رؤوف هو في ايدين امنه وايدين ماهره جدا والدكتور رؤوف ساب لنا يعني الحقيقه بالنسبه لامريكا هنا الدكتور شريف موجود وهو يعني المهاره والامانه والعلم يعني يعني بيقولوا ان الشبل ابن زكى الاسد بس دلوقتي احنا عندنا اسد جديد وهنطلع منه اجيال جديده هو استاذ في جامعه جنوب كاليفورنيا بيعلم اجيال من الاطباء زي ما الدكتور رؤوف علمنا وهو برضه بياخد نفس المنهج وهيذن اوثوريتي في المسالك البوليه وفي المسالك البوليه بالنسبه للسيدات والرجال اهلا بيك تاني يا دكتوره اهلا دكتور رؤوف دكتورة كلمنا على النهارده البروستاتا وكلمنا على يعني مشاكل عامه في المسالك البوليه انما هنكمل معاه موضوع البروستاتا عندنا تليفونات اسئله اهلا وسهلا بالاحباء اللي على الخط معانا بنت الرب من السويد اهلا بيكي تفضلي الو الو اهلا يا فندم تفضلي ممكن اسال الدكتور دكتور فضلي معك تفضلي ربي يبارككم السؤال رجاء شاب عمره 35 سنه وعنده تضخم بالبروستات حجم 32 شو العلاج؟ معلش يا مدام حضرتك بتقولي 35 سنه وعنده تضخم في البروستاتا؟ نعم حجمه 32 لا معلش حضرتك صوتك مش واضح عنده كام سنه؟ 35 سنه وعنده تضخم في البروستاتا وعنده 35 سنه؟ نعم. ايه نعم. ايه, ايه الاعراض حضرتك اللي عنده علشان هو مش مش منتشر قوي ان واحد يبقى عنده 35 سنه وعنده تضخم في البروستات. زي ما قلنا في الاول حضرتك تضخم البروستاتا ده بيحصل مع تقدم السن. نعم. ف يعني فيري انيوجوال انك انت تلاقي سن 35 سنه في تضخم صحيح. في البروستاتا، فانا بس بحب اسال حضرتك ايه الاعراض اللي بيشتكي منها عشان يوصلوا للتشخيص ده؟ الاعراض مش كثيره بس التشخيص بالصدفه. التشلي... وبالتحليل التحليل يطلع بالتحليل التهاب بالبروستاتا. لا حضرتك في فرق بين التهاب في البروستاتا وتضخم في البروستاتا. التهاب في البروستاتا ده معناها في التهاب محتاج مضاد حيوي وبيفضل مضاد حيوي مظبوط لمده اسبوعين ثلاثه والالتهاب في البروستاتا بيختفي. لكن لو دي حاجه لا. مزمنه ده ده شيء تاني بقى. بس بس كمان عنده تضخم بالبروستاتا بالفحص ما انا بقول لحضرتك يعني تضخم البروستاتا في السن ده مش حاجه منتشره نعم. يعني فاذا حسب الاعراض لو حضرتك تقولي لي الاعراض ايه احنا تضخم البروستاتا احنا بنعالج الاعراض anyway أيوه. يعني ما فيش حاجه هتتعمل في سن 35 سنه وانا يعني آآ هقول لحضرتك يعني بالامانه انا يعني ديسكارج يو 100% انه يعمل اي عمليات للبروستاتا في سن 35 سنه. بس بس دكتور رجاء يعني هذا مو في شيء خطر؟ لا مش خطر تضخم البروستاتا عمره ما كان خطر زي ما قلنا تضخم البروستاتا ده جزء من الـ من aging اللي بيحصل لكل الناس زي الشعر بيبيض وال والظهر بيتحن كل الكلام ده فما فيش خطوره منها احنا كل الفكره الاعراض اللي بتسببها لا دكتور عفوا عفوا التضخم بهذا السن التضخم ايه؟ هذا سن 35 هو عدوا كم سنه دلوقتي؟ 35 سنه والتضخم بهذا السن مو شيء خطر؟ هو الدكتور شريف بيقول انه انه جايز ما يكونش تضخم في البروستاتا لانه ما بيبانش بدري كده في السن جايز يكون التهاب او حاجه ثانيه آه يعني انما لو تضخم هو بيقول انه مش خطر بس بيقول ان زي ما واحد طفل تلاقي شعره ابيض مش 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 طبيعي ما فيش يعني. اي خطوره بالنسبه لها لو نعم. الاعراض شكرا العفو يا فندم تمام آه معانا تلي... اتصال ثاني اهلا وسهلا ده اخر اتصال غالبا بن الاستاذ اكرامي او المدى اكرامي من لندن اهلا وسهلا هلو اوكي okay. معنا الاستاذ ايمن وجيه من اسيوط اهلا وسهلا اهلا وسهلا حضرتك يا اهلا بيك انا برحب الدكتور وبرحب بحضرتك أهلا اهلا بيك اهلا بحضرتك معلش انا كنت يعني كان عندي حصاوي انا كنت قاعد في منطقه غير نائيه طبعا فكان عندي حصاوي فكنت باخد حقن فولتارين خدت حقن فولتارين كتيره قوي 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 وبعدين كان بيجيني مغص كلوي حاد حاد لدرجه ان انا يعني رحت للدكتور وقلت له انا عايز اعمل عمليه وشوف عملنا اشعاعات وعملت تحاليل وكلام من ده ففي دكتور بصراحه اعطاني دواء الدواء ده انا حاسس ان البطل الالم يجي خالص يعني انا ليا بتاع شهرين او ثلاثه ما فيش الم خالص تفضل حضرتك ممكن اقول على اسم الدواء ولا اه اتفضل آه، اتفضل آه،, اه اسمه آه، اللي هو مضاد التقلصات اللي هو رابوروك رابوروكسين رابوكسين ده مضاد التقلصات لك. وكان بيديني دواء اسمه سيبستون آه، اللي هو في تقريبا والفوار الايبيماج انا حاسس ان في يعني لحد دلوقتي يعني ادي شهرين تقريبا ما فيش ما فيش الم اللي هو اللي كان بيجيني الالم الفظيع ده لكن دلوقتي انا خايف تكون في حصاوي حاجه تانية مش عارف وعملت تحاليل وعملت اشعاعات كل ده قبل الدكتور فعايز راي حضرتك انا راي حضرتك انا مش م... انا مش يعني مش, مش من المحبزين قوي للعلاج دي كل اللي حضرتك بتاخده ده روباكسن و... وال والفولتران كل دول ادويه مسكنه فيعني انا مش محبذ انا يعني انا انا طريقتي ان انا ايه المشكله ونحاول نعالجها فلو عند حضرتك عندك حصاوي في الكلى فالحصاوي وبتعملك الوجع المستمر ده يبقى الحصاوي دي محتاجه علاج جراحي ليها لكن المسكنات دي عمرها ما كانت ده حاجات مضمضه يعني ده مؤقته بس المشكلة ومش كده وبس الدواء دوت ده مسكن ما انا بقول لحضرتك مش وكل المسكنات دي مش بس انها يعني مش مش حاجه علاج دائم دي كمان بتاثر على وظائف الكلى يعني لما تاخد فولتران وروباكسن وكل الحاجات دي لمده طويله هتاثر على الكلى بتاعتك ف عايز نصيحتي يعني انت لو انت عندك الوجع بيجي باستمرار تعمل اشعه على الكليتين وتشوف في حصاوي او ما فيش حصاوي الرد سهل قوي يعني لو في حصاوي وعامله بتجيب الوجع ده باستمرار كده وعامله تاثير على الكلى نفسها لازم الحصاوي دي تتعالج جراحيا تتعالج ازاي جراحيا ده يعتمد على حجم الحصاوي ووضع الحصاوي والكلام ده لكن انا يعني انا مش هشجع حضرتك على العلاج بالادويه دي تمام يعني, يعني نقل نقل نجيب حاجه يا دكتور يعني في حصوه في الحالب الدكتور رفض ان هو يعمل لي العمليه غير لما ينزل اللي في الحالب الحصوه اللي يعني في الحالب دي حجمها قد ايه؟ بعض حصوه على الكلى اليمين واحدة دخلت الحالب فقال لي ما ينفعش ان انا افتح الكلى واطلع منها الحصوة الا لما اطلع اللي في الحالب. هقول لحضرتك حاجه يا استاذ ايمن اولا هو مش محتاج يعني الفتح لا لا, 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 لا في الكلى ولا في الحالب. الحصوه اللي في الحالب دي حجمها قد ايه؟ لو حجمها اقل من نص سنتي يبقى الواحد بيستنى عليها انها ممكن تنزل لوحدها. لو اكتر من نص سنتي يبقى محتاجة تدخل جراحي وتدخل جراحي بتتعمل بالمنظار دي عملية سهلة ومتاخدش اكتر من نص ساعة ساعة وبتتعمل كاوت بيشنت بس يعني محتاج تروح لواحد اخصائي في الحاجات دي ويعني انا انا يعني كل زمايلي اللي في عين شمس بيعملوا الحالات دي يوميا يعني فانا معاه ان لازم الحصوه اللي في الحاله بتتعالج الاول وعلاجها زي ما بقول حضرتك حسب حجمها وعلاجها بالمنظار من غير فتح وكذلك الحصاوي اللي في الكلى تمام معانا آه معنا الأست... آه... معانا اخر اتصال آه... اهلا وسهلا آه... الأست... الاستاذ ماجد إسحاق من... من مصر هلو ايوه معاكي حضرتك ايوه حضرتك أي المدام انا انا مراته إيه من فضلك وطي فضلك وطي التليفزيون خالص كلمينا من التليفون عشان نقدر نسمعك اتفضلي انا بكلمك ب... عشان ابني إيه عنده تسع سنين ونص ايوه اتفضلي يا فندم اه كان عمل عمليه زرع حالب كان جا... كان بيشكي من ارتجاع في ال... في البول <applause> <applause> بالكلى عملنا عمليه <applause> وبعد كده الكلى كانت متضخمه في الاول هي لغايه دلوقتي ما زالت متضخمه ده ما لهاش يعني حتى بعد العمليه مش التضخم مش طبيعي هتبقى غير بس كده على طول ولا ليها عليك لا احنا ما بنعالجش حضرتك تضخم الكلى لو ساعات التضخم الكلى بيفضل لان ده اوريدي موجود قبل العمليه هي السؤال المهم بعد العمليه هل في ارتجاع لسه للبول ولا لا ده نمبر واحد سؤال الاولاني والسؤال الثاني هل الحالب مسدود ولا في اي انسداد ولا لا لو ما فيش انسداد في الحالب وما ارتجاع في الحالب يبقى العمليه ناجحه 100% ومش مهم والتضخم ده هيستمر معظم حياته ده يعني حاجه ما نقدرش نعمل لها حاجه بس الكلى تشتغل طالما الكلى بتشتغل وبتفضي البول مفيش ضيق في البول مطرح العمليه او في ارتجاع في البول يبقى كله كويس قوي تمام ان شاء الله يكون جاوبنا على سؤالك يعني وربنا يعني ان شاء الله يكون العمليه يعني هو ده سبب ان عملوا العمليه عشان الكليه تشتغل تشتغل تمام مظبوط تمام نشكرك دلوقتي يا دكتور شريف معلش احنا الوقت ضيق معانا بس أيوة. انا عندي سؤال خطير جدا وعندي وعايزين برضو احنا عيد الشكر يوم الخميس الجاي في الولايات المتحده وده عيد وطني لينا مش بس في امريكا في الدنيا كلها احنا بنشكر خالقنا وبالتالي ان يعني الخالق ده ده يعني الانسان اللي لا يؤمن ان في حاجه اسمها الله وفي حاجه اسمها خالق معلش يعني انا مش هقدر اتكلم مع انما احنا بنشكر خالق الكون على كل عطاياه العظيمه اللي لنا ابسط حاجه احنا بنكلمها النهارده الصحه احنا الانسان اللي بنقدر نمشي ونشوف ونروح الحمام بنفتكر الحاجات دي جرانت. لا في ناس لا بتقدر تروح حمام لا بتقدر تمشي لا بتقدر تشوف لا بتقدر يعني فلو دورنا نشكر على ايه فيعني هنلاقي حاجات كتير قوي قوي انما لو حبينا ان زمر برضو هنلاقي حاجات كتير فاحنا بنقدم الشكر لالهنا اللي, اللي خلقنا ورعانا ووصلنا لهنا لان ابن المراه ده بدايته لا شيء وهيرجع للتراب انما الفتره اللي بنعيشها في الارض دي ان عرفنا الخالق الحقيقي ويعني ادينا حياتنا للي هي ساعتها يبقى ليها سبب وليها منفعه لرب الكون آه هيكون وهيكون آه لينا آه يعني بعد ما نرجعش للتراب لان الجسد هيرجع للتراب انما الروح هترجع لخالقها وخالقها ده ان ما كناش نعيش معاه من واحنا في الجسد آه مش هنقدر نشوفه بعد كده الدكتور آه آه شريف هيقول لنا حته يعني مهمه جدا بالنسبه لينا كاطباء آه برايمري يعني ومهمه للمستمعين لانه انا عايزه اعرف ازاي حضرتك بتقول انه البروستاتا زي البرتقانه التضخم بيبقى في قلب البرتقانه انما السرطان في القشره فلما يكون عنده واحد اعراض بيكون القلب ومجرى البول بيمشي في نص البرتقانه فيوجوالي الاعراض هي اللي بتوديني للدكتور فلما يجي الرجل للدكتور يقول اعراض دي بتكون معظمها تضخم طب الكانسر بقى اللي بيطلع على القشره مش هنحس بيه يعني تنصحنا بايه في الموضوع ده ده كلام مظبوط زي ما حضرتك قلتي معظم حالات سرطان البروستاتا بتبقى ملهاش اي اعراض في الاول ففي حاجتين احنا بريكومندد احنا يعني التوصية اللي احنا بنوصي ليها ان كل الرجالة اكثر من سن 50 سنة يعملوا تحليل دم بسيط جدا اسمه بي اس اي، البي اس ده هيدينا فكرة عن احتمال او يعني الشك في وجود اي كانسر في البروستاتا. طبعا احنا عندنا ارقام معينة البي اس ده يعتمد على سن الشخص فالناس اللي هي سنها من 50 ل 60 يستحسن البي اس اي يكون اقل من 2 2.5 ومن 60 و70 يبقى اقل من 3.5 وهكذا كل ما يزيد السن كل ما يبقى الطبيعي يزيد البي اس اي فاحنا بن انا يعني احنا بنوصي كل الناس على سن ال 50 سنه يجي يعملوا بي اس اي ده جود ده بدون اعراض بدون اعراض خالص <applause> واحنا طبعا كطبيعي جدا اي انسان بيجي لنا بيشتكي باعراض بروستاتا واحنا عارفين ان الاعراض دي هي غالبا نتيجه تضخم البروستاتا للسن بنطلب بي اس حتى لو ما كانش لو كان عامله طبعا حاجة ممتازه لكن لو ما كانش عامله بنطلب بي اس مش عشان الاعراض اللي اشتكى بيها احنا عارفين ان الاعراض دي كلها نتيجه تضخم بروستاتا بس دي طريقه برضو احنا كدكاتره بنحاول ان احنا نكتشف سرطان البروستاتا بدري الحاجة الوحيدة اللي بنسميها يعني الشواز للقانون ده إن إمتى بنعمل البي اس اي في سن قبل سن الخمسين هو إذا كان في أي واحد عنده فاميلي هيستوري أو عنده والده أو أخوه أو عمه أي واحد من قريب ليه قوي من الدرجة الأولى يعني عنده كانسر بروستيت فإحنا في الحالات دي بن, بن يعني ريكومند انه يعمل تحليل الدم ده على سن 40 سنه بدل 50 يعني حضرتك بتقول ان سرطان البروستاتا فيه عامل وراثي فيه عامل وراثي اكيد آه. وده اثبت في كذا ابحاث كتيره قوي فهم الجزء بس من الناس اللي عندهم سترونج فاميلي هيستوري كده يعملوا تحليل الدم ده على سن 40 غير كده يتعمل على سن 50 وبيتعمل مره كل سنه او مره كل سنتين يعتمد على ايه هو اول قرايه للدم ده اذا كان واطي قوي على سن الخمسين يبقى ممكن يتعمل كل سنتين تمام هو أنا طبعا عايزة أسأل حضرتك طب وبعدين؟ يعني بعد ما نعمل كده هنعمل إيه؟ بس للأسف المخرج بيقول لي إن الوقت تقريباً يعني إنما إحنا إن شاء الله هنشوف حضرتك في مرات قادمة وهنتكلم يعني جايز نخش في تفاصيل أكتر في مواضيع تانية أو برضو نعمل زي ما عملنا النهاردة أسئلة عامة في المسالك البولية. يعني تيك مسج تحب حضرتك تقول لنا إيه وتلم الموضوع كده يعني إن يعني زي ما احنا قلنا إن معظم أمراض البروستاتا زي ما ليها علاج والواحد و بس يعني إن تضخم البروستاتا في سنه صغير ده مش منتشر أنا يعني شفت مكالمات كتير قوي ده حاجة مش منتشرة غالبًا تضخم البروستاتا أعراضه بيبتدي بعد سن الخمسين إذا كان التشخيص مظبوط إذا كان الواحد عنده أعراض قبل سن الخمسين بالذات في العشرينات والتلاتينات الواحد يفكر في حاجات تانية ليها علاقه بالمثانه نفسها او بعضلات الحوض اللي موجوده تحت البروستاتا المسج الثانيه ان سرطان البروستاتا ده للاسف الشديد منتشر في كل العالم مصر زي امريكا زي زي اوروبا ومتهيالي ان وجود تحليل دم يتعمل بسيط جدا ممكن يساعد على اكتشاف الحالات المبكره ويخلي العلاج اسهل بكتير اوي وطبعا مور مؤثر ومور افكتيف عن الحالات بسرعة نكتشفه بسرعة صح. في اي حاجة حضرتك تقول اللي ممكن تزود احتمال حدوث سرطان البروستاتا يعني التضخم ده حاجة طبيعية بالسن السرطان في حاجات نقدر نتجنبها لو في مثلا عم او خال او اب حصل له نقدر نقلل احتمال سرطان البروستاتا للأسف يعني ده سرطان البروستاتا زي كل السرطانات الاخرى ما فيش حاجة يعني الواحد يحط ايده عليها لكن في حاجات ليها علاقه بسوء التغذيه وعلاقه بالتدخين و وعلاقه بالحاجات اللي ساعات بتبقى جزء من حياتنا دي ساعات بتبقى ليها تاثير على حدوث السرطان عامه يعني البروستاتا بالذات ما فيش حاجه معينه اثبتت ليها علاقه بوجود السرطان في البروستات هل الهرمون الذكري لما بيكون قوي او مستمر في نسبه عاليه لمده اطول في السن بيساعد اكتر ولا ملوش دعوه؟ حدش اثبت الحكايه قوي وحتى مم. كمان إثبات على هذا الكلام ان اللي عنده الهرمونات واطيه قوي ممكن يجي له بروستات كانسر ايوه ممكن يجي له بروستات كانسر لان نزول الهرمون او علوه ملوش دايركتلي اه اه افكت على الانسنس بتاع البروستات كانسر بتاعت الكانسر تمام <applause> طيب. 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 وم... وبالنسبه بقى للجراحات البروستاتا معلش طبعا هي فيها انواع كتير وانا بالنسبه فاميلي دكتور بيسالوني ايه احسن الروبوتك ولا غير الروبوتك ولا ده و... وانا طبعا هبقى الحقيقه ببقى محتاره ارد اقول ايه بس ككلمه كده والدكتور شريف طبعا هي يعني هي... مهاره الجراح اهم من الطريقه ولا راي ولا رايك ايه لا. بس اللي انا عايز اقوله ان نرجع كمان واقول ان مش كل حالات كان سرطان البروستاتا محتاجه جراحه او محتاجه علاج زي ما قلنا المثل قبل كده السلحفه والارنب يعني في حالات كتيره بتبقى بطيئه جدا طبعا الاعتماد ده يعتمد على الجراح نفسه هيبص لكذا شيء للبي اس اي تيست للباثولوجي والحاجات دي قبل ما يعمل الجراحة بالنسبة للناس اللي في السن الصغير الخمسين والستين الجراحة دي طريقة قوية جدا للسيطرة على سرطان البروستاتا وزي ما حضرتك قلتي في طرق كثيرة بتتعمل بالمنظار واحنا هنا في امريكا دلوقتي بتتعمل بالروبوتك الايديا كلها مش مهم ازاي بتتعمل المهم الانسان اللي بيعملها يكون عنده الخبرة الكافية في اي طريقه وذا يعني اوبن او روبوت بالضبط واي طريقه ولن يكون هو في الطريقه دي مناسبه للنوع ده من السرطان والنوع ده يعني اختيار الـ 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 الشخص المظبوط كلام ده كلام مظبوط والسنتر اللي هو يعني معروف انه بيعمل الشغل ده بكفاءه أي. بكفاءه دي. تمام أه نشكرك يا دكتور شريف على وجودك معانا وبنحييك وان شاء الله يكون لنا لقاء في 2015 كل أه نش... أه سنه وانت طيب بعيد الشكر وبكريسماس والسنة الجديدة وكل سنة وأنت طيب أحبائنا المشاهدين إلى أن نلتقي أترككم في رعاية القدير